عسلامة ومرحبا بكم نسكن في غيسي من باك. درس تاع اليوم هو بروبليم دو بروميي دوغري ا دو او تخوا زانكونو. دونك هذايا عنده رابور بالدرس اللي قبله. دونك اللي مازال ما تفرجش الدرس اللي قبله يرجع له يحط تاني بوز يرجع له من بعد نكملوا الكمله نتاع هذي. دونك هنا شو نحاول نلخص شنو شفنا اخر مره في الدرس اللي قبله. شفنا نحكيو على لي دوات ولا لي فونكسيون افي اللي هما يتكتبوا في فورمه y est égal à x plus b. On a les a ou le b, ils te battent le mot, ils font la fonction affine. Tiens, elle est bien, je confie forme. Alors, comme c'est mieux, on a x, on a y, on est droite, tiens, je confie soit haka, soit haka, soit haka, soit haka, tout dépend de a et b. Donc, pour nous, on a les haka. Voilà. دونك زيد نذكر مره اخرى قلنا كيفاش نلقاو بي. نلقاو بي جوست نقراوها اللي هي لهنا. دونك هنا باغ اكزومبل بي ايتيغال موان 1 خاطر هي جيت موان 1 لهنا. من بعد كيفاش نقرا ا؟ قلنا نخرج وحده على اليمين ومن بعد نطلع الفوق حتى تكشف الكورب والديستانس هذيك هي ا اوفيت. دونك كان طلعت راهي بلوس كان هبط راهي موان. دونك هنا طلعت بشطر دونك ا ايتيغال 0.5 هنا بلوس على خاطر اللي طلعت داكو. دونك هذه هي اوفيت ا داكو. بعد ما لقيت ا و بي نجي نعوض ا و بي في الفونكسيون تاعي y ايكال ا x بلوس بي اللي هي باش تولي y ايكال 0.5 x موان 1. دونك هذه هي الفونكسيون تاعي هي بالضبط هذه داكو. توا شنو جديد في البروبليم دو بروميي دوغري ا 2 ou trois inconnus. Et les hayam chatina match fonction barka chatina zous fonctionne. Donc par exemple des fonctions lula les fonctions les black hal puis une fonction autre ou on شوف اللي هي ثانيه باش تكون هكا. Par exemple نحب نشوف est-ce que la fonction lula ou la fonction ثانيه اللي هي نتاعي بالاحمر est-ce que يتقابلوا ولا. Donc le cas هذا بالطبيعه نشوفوها سهلة برشا يتقابلوا في البوان هذايا. دونك هنا نقولوا راهي هذه هي السوليسيون. دونك السوليسيون تاعنا اللي هي باش تكون نقراوها بالاكس لهنا باغ اكزومبل هذه 5 وهذه باش تكون هنا 3 باغ اكزومبل. داكور دونك السوليسيون تاعنا اللي هي في البوان نسميوها ا باغ اكزومبل ا دو كوردوني 5 3 هذه السوليسيون تاع لي دو دروات هذوك. دونك y نسميوها احنا باغ اكزومبل توا في الكهذية اللي هي ايكال 3. دونك هذه الفونكسيون تاعي الثانية بيه. نذكر دونك هنا باش يجينا هي وفات في الاكزرسيس يجيني حاجه تشبه هيك. يقول لي يا خويا الغالي او عندك فونكسيون الاولى y ايكال 0.5 عندك y ايكال 0.5 x موان 1 وهنا عندك y ايكال 3 رقى لي لي سوليسيون نتاعها. دونك هنايا اش عملنا احنا تو هنايا عملنا جرافيكمون صورنا الفونكسيون الاولى بعد صورنا الفونكسيون الثانيه ولقينا اوكي يتقابلوا هنا. دونك راهي سي لا باش سوليسيون راهي باش تقولي ا دو كوردوني 5 3 هذا جرافيكمون تو طلعناها نجمو نطلعوها بالحساب وزيد في الحساب فما حاجه اخرى. دونك ما غير ما نكمل نطولوا جوست خلينا ناخذ اكزامبل كونكري نتاع الحكايه نتاعنا نشوفوا اسكو كل شيء كيف كيف ولا ما. دونك كيف اللي قيدت انا اكزامبل عندي اكزامبل قيد اللي هو عطاني اوكي قال لي لول 2x موان y ايتيغال 1 بعد ا 4x موان 2y ايتيغال 3 اوكي. هنا باش تقول لي شوف لنا الرابور بالفونكسيون افين. احنا كنا نشوفوها y ايتيغال ا x بلس b وهنا لحمت ما عادش لا y لا a لا b كلها دخلت بعضها. سي تري سامبل. دونك ناخذ انا الاولى اللي هي هذه ونحاول دونك 2x موان y ايتيغال 1 نحاول نخرجها في الفورمه هذه. اوكي دونك في نزل y مشي للاخرى دونك ونزل 1 مشي لهذه. دونك تولي 2x نزل 1 مشي للاخرى دونك تولي لي موان 1 ونزل y مشي للاخرى اللي هي تولي y. دونك باش نقلب هذايا وهذوما زوز في بعضهم دونك تولي y ايتيغال 2x موان 1 اوترومون دي 2x moins y est égal à 1 et nafsa y égale à 2x moins 1. D'accord. Donc nous allons
نشوف الثانية شنو تعطيني توا. دونك ثانية قلنا هي 4x مون 2y إيكال 3. كيف نهز y تاعي مشي للأخرى، دونك 4x نجيب 3 مشي لهذي مون 3 إيكال 2y. هنا عندي 2y، أنا نحب على y بركة، دونك هنا طب شخص على اثنين في كل مرة. دونك 2x موان 1.5 و 1.5 إيكال y. شو عملت هنا؟ قسمت على اثنين، 4 نقسم على اثنين تعطيني اثنين، إلا 3 نقسم على اثنين تعطيني إلا واحد ونص. تو نعاود نقلب، دونك y إيكال 2x موان 1.5. دونك هنا نجم نكتبها ديريكتومون، y إيكال 2x موان 1.5. داكور، هذا كان نحب نعمل جرافيكمون. داكور، دونك شنو باش نعمل توا باش نصورها؟ نشطب هذي وهذي. بارفي، نجي توا هنا نحط الكوب نتاعي هنا هكا وهكا، ونجي نحط هنا إكس، وهنا نحط إيكغيك. نبداو بالأحمر، باش تعطيني؟ دونك قلنا كيف نصورو، ناخو ملول بوان بي هذاك اللي هو موانز أن، اللي هو هنا البوان تاعي الأول. من بعد ناخو البوان الثاني تاعي هو دو، نخرج من أن من هذايا من موانز أن، نعمل واحد على اليمين، ومن بعد نطلع مرتين الفوق، خاطر هذيك عندي دو، واحد، أوبس لا، واحد، اثنين، هنا يجيني باغ إكزومبل. ماهيش باش تكون بالضبط، اما خاطر السطر بيضيق عاد مش سطر بالمسطرة. هذي الكور باغ اكزومبل نتاع الفونكسيون الاولى. بعد فونكسيون ثانية اش تقولي؟ فونكسيون ثانية كالعادة ناخو البوان هذا توا مش الا واحد الا واحد ونص، دونك الا واحد هذيا هذيا الا نص نتاعها هنا. داكوغ، دونك هنا شنو باش يصير؟ دونك موان زان ادمي اللي هو هنا هذايا البوان تاعي الاول. كيف باش نعمل فرد عملية اللي عملتها مع 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 شو بيش عملتها باللحظة هنا؟ لازم نصورها بالأحمر. اوكي، دونك هذايا صورتها هذايا بالأحمر، هذايا الفونكسيون بالنسبة لهي. باهي، دونك توا واش تعطيني؟ دونك y قلنا موانز ان ادمي، دونك كيف ناخد دوزيام بوان اللي هو deuxième point اللي هو 2، دونك y نمشي بواحد على اليمين نطلع زوج الفوق، دونك واحد اثنين حسب التقريب يجيني هنا. داكوغ، دونك هنا يجيني حسب التقريب هكا. اوكي، وتشوف هنا ما فماش ما يتقبلوش الاحمر والازرق ما يتقبلوش، معناها هنا با سوليسيون. داكوغ، دونك ليكزومبل اللي خديتو جيب لي بالزهر با سوليسيون. نحاول ناخذ اكزومبل اخر ان شاء الله فيه سوليسيون. نعاود نتذكر هو فات من الكتاب خديتو، او ما نعرفش فين بالضبط. ها باغ اكزومبل عندي 3x، باه ناخو ليكزارسيس هذايا. دونك هنا عطاني اس 1 اللي هي 3x موان y ايكال 5، x plus y égal à 1. دونك احنا نجمو قلنا نحاولوهم. دونك هنا y نعملو كيما عملنا قبيلة، y égal à 3x موان 5 و y لهنا égal à موان x plus 1. داكوغ، بعد ما عملنا هذايا الكل نجيو لهنا نسطرو الكوغ نتاعنا هنا باش يتقابلو بلا ما تقبلوش، على خاطر ا نتاع هذي و ا نتاع هذي كيف كان 2 2، تو ماهمش كيفين، دونك بالصيف عليهم يتقابلو. نبداو كالعادة من الأول اللي هو هذا موان 5، دونك 1 2 3 4 5 هذا هي البوان تاعي الأول، وهنا عندي 3، دونك نمشي واحد هنا ونطلع 3 فوق، 1 2 3 يجيني لهنا. دونك توا نسطر الدوات نتاعي، نحاول نزرب باش نجم نقدم. دونك هنا 2 2، هذايا عندي 1 لهنا، دونك هنا نطلع واحد نصور البوان تاعي الاول، وهنا عندي موانز 1، دونك نمشي واحد على اليمين نهبط واحد لوطا اللي هي لهنا. دونك هنا باش تجيني حاسب تقريبا هكا. اوكي، نشوفو البوان دانترسيكسيون اللي هو البوان هو هذا. داكوردو، فوالا هذايا جرافيكمون. دونك هذايا السوليسيون تاعنا هي باش تكون بوان ا باغ اكزومبل، هي يعني عندو
حط واحد ونص، ما با سيور يعني بال تعملها بالمسرح واحد ونص موزان قولنا. بقى نجي توا هنا نحب جرافيك ما نعرف بار كالكول توا، حتى بار كالكول فما حاجتين. الحاجه الاولى اللي هي باش نجي ناخذ توا نسوي جرافيك اوكي. طيب هنا الحاجه الاولى اللي هي نحط اكس باغ اكزومبل، نعاود نكتب الفوقانيه نفسها ايغريك ايجال 5، وطبعا هنا نخرج اكس نوضحها دونك هي 1 موان ايغريك. دونك توا الاكس هذايا باش نعوضها ديريكتومون لهنا داكوغ. دونك اوترومون دي اللي 3 ما عادش نحط اكس باش نعوض 1 موان ايغريك. دونك 1 موان ايغريك هاو هذي اكس هذي هي نفسها هذي، دونك ما عادش نحكي على اكس نحطها 1 موان ايغريك، والباقي نقلو نفسه موان ايغريك ايجال 5. بعد نحط هنا x تيجالا 1 موان y. دونك كما نحل هذه في هذه وبعد هذه في هذه نتعشين 3 موان 3 y موان y تيجالا 5 وذي x تيجالا 1 موان y. دونك كي نكمل توا هنا وين وصلت هنا فوالا، دونك موان 4 y وذيك نهزها من الشيله الاخرى دونك تولي لي 3 موان 3 y موان 4 y pardon moins 4y est égal à 2. Donc 4y est égal à 2. Donc, je vais faire du mal les accolades. Hein. X est égal à 1 moins y. Donc, tu as y est égal à moins 0,5. D'accord. Tu as fini à la 4, il est 0,5 ou plus qu'on a signé moins. Donc, voilà. Donc, x, tu as 1 moins moins 0,5. Il est étoilé plus. Donc y a dit moins 0,5 ou x a dit 1,5. D'accord, exactement comme on a dit. Enfin, je ne sais pas si on a dit ma prédiction. Donc on a dit moins 0,5. On va voir le résultat. Donc, qui m'a dit, ou on peut faire le point où on a dit. Maintenant, oui, il travaille la fonction Hamra ou la fonction Kahla. D'accord, il dit méthode. تستخدم بها تخو واحدة تعوضها واشاك فوا، وإلا جي تقول اوكي جي تحاول تكبتي في الفونكسيون الأولى والفونكسيون الثانية عدد يتعاود نفسه، ولا تحاول انت تدورهم كيف كيف اوترومون دي تفسركم أكثر. دونك هنا عندي إيكغيك بلوس إيكغيك وهنا عندي موان إيكغيك، معناها في اللي بلوس إيكغيك وموان إيكغيك يعطيني صفر. اوترومون دي شنو ياخد توا هذايا الفونكسيون هذايا نسميوها A و ذي نسميوها B. كي باش نجي انا توا باش نعمل A بلوس B راهو موان Y بلوس Y راهو دوك زوز باش يطيرو داكوردو. دونك باش نعمل هنا نكتب الفونكسيون الاولى ولا نكتب الفونكسيون الثانية نخليها نفسها X بلوس Y تيكال 1، و توا لهنا الفوقانية باش نعمل A بلوس B اللي كتبتها لهنا، انا حر لهنا داكوغ. دونك سامحوني فوالا دونك شنو باش نعمل 3X بلوس X اللي هي 4X موان Y بلوس Y هي صفر هذاك شنو ربحت انا توا، و 5 بلس 1 اللي هي 6. داكوغ كهو بعد كي دبرنا هكايا نكملو نكبرو على رواحنا اللي هي توا نحب على اكس كهو ما نحبش على 4 اكس. دونك نقسم على 4 دونك اكس تيكال 1.5، بعد هنا نحط 1.5 خاطر لقيت اكس انا 1.5 دونك نعوض هنا 1.5 بلس ايكغي تيكال 1، باش تخرج لي بالطبيعة اللي اكس تيكال 1.5 و ايكغي تيكال موان 0.5 اكزاكتومون كيما لقينا في الحساب ولا في الجرافيك. باه ناخذ السيستم تاعنا. دونك هذايا عندي 3 زيكواسيون اللي هي 1 2 3، وعندي 3 انكونيو اللي هي اكس واي زد. على فكره هنا لازم تكون لو نومبر ديكواسيون قد نومبر انكونيو باش نكونوا نجمو نحلوا العمليه نتاعنا. دونك السيستم تاعنا معناها كي نجي عندي نحالي هذه ويقول لي اي يا اخويا طلع لي اكس واي زد، وانا عندي كان زوز والانكونيو هما ثلاثه، دونك الانكونيو اكبر من ليكواسيون. دونك هنا امبوسيبل كي تجيكم في ديفوار تكتب ديريكت امبوسيبل غير تقعد تحاول. دونك تو هنا بيان سور رجعوها باش نجمو نحلو السيستم تاعنا. وهنا فات لي ديم تاعنا باش نحطو زد او فونكسيون دو اكس اي واي، وبعد نعوضهم في زوز الاخرين نبداو نقصو بشويه بشويه لين نخرجو الفونكسيون تاعنا. دونك هنا باش نعملو، دونك هنا باش نحطو اكس en fonction de zouz l'okhrina et l'hiya ou l'hiya z est en fonction khir
Donc on est z est égal moins x moins y. Ou le béri, il y a pas 9. Donc on est, donc on a donc 9x moins 3y. T'as plus z. Mais je n'écoute z heli, je n'écoute moins x moins y. Moins x moins y égal à 0. D'accord. Donc qu'est-ce qui venait 4x moins 2y plus z. Mais je n'écoute plus z, je n'écoute moins x moins y. Donc à chaque fois, tu as l'ordre de z, je vais avoir moins x moins y. T'as qui dit chouf, t'as x ou y le col. Le samahni z le col. Donc عادت لي ماشي عندي z هنا وماشي عندي z لهنا. Donc on va se شنو تعطيني دابا z est égal à moins x moins y et les gars تبقى فيكس تاو نحاول نحط x مع بعضهم y مع بعضهم. Donc عندي 8x moins 4y est égal à 0. Donc عندي تاو هنا 3x moins 3y est égal moins 3. Donc, c'est plutôt moins 3. Donc, on est plutôt moins 3. Bien, kif kif, t'as dit, je fais faire z est égal à moins x moins y. Ou je fais faire x, je en fonction de y. Donc, on dit 8x moins y est égal à 0. Il y a 8x est égal à 4y. Donc, x est égal à 4 sur 8. Et il y a star. Donc, 0,5. Donc, on est 0,5. Y. Donc on a écrit x est égal à 0,5 y. Ou tawa, que le mot à l'ordre x, je vais avoir 0,5 y. Mais à la fin, je vais avoir un nom à la clé. Ok, donc j'ai l'année, un nom à la clé. On a pu le star head, le colo, je vais avoir x moins y est égal à moins 1. Ok, donc puisque on va le star à clé, donc x, je vais avoir un nom à la clé. 0,5y, donc on est 0,5y moins y est heavy. Donc on trouve pas hein, donc x heavy, heavy, à la fin, x est égal à 0,5 est égal à moins 1, ou t'as pas le hot y. Donc t'as pas un dîner, on va se rappeler tout z. Normalement, on lance étape par étape, on va aller en a fait choya, je ne peux pas faire voir, je suis vidéo, je couche. Donc z égale moins x moins y, x est égal à 0,5 y, ou tawa moins 0,5 y est égal à moins 1, donc y, oups, là. Donc y est égal à 2, donc on a la kif kif, puisque y est égal à 2. Où x est star y, donc x est égal à 1. On va donner z est égal à moins x, donc moins 1, moins y, moins 2, donc on trouve moins 3. D'accord. Donc on va d'abord x, y ou z. Et on se voit dans le j. Bye bye.